لو الحكاية فيها إن فيتو. لجنة التنصيبية العليا للإعداد للاستفتاء 2013 تنبسط منها بجانب مرعية المراكز والمراكز. اللجنة الرئيسية برئاسة محافظ سيد مدير العام سيد سكرتير عام مساعد مديري المديريات اللي هي الخدمية أساسا اللي هي يعني مثلا شباب زراعة قرعة الحاجات اللي هي لها تواجد في الشارع بعض من رجال الأعمال بعض من رجال الكنيسة بعض من الأولياء رجال بعض من الشباب بعض من الأحزاب دي لجان شغالة هتبدأ تشتغل بداية الأسبوع الجاي بس بعد ما نحدد الأطر اللي احنا هنشتغل فيها ومحددين هنشتغل فيها وتبقى خطة عمل كاملة متكاملة على مستوى المحافظة وعلى مستوى المدن. في المدن رئيس المدينة مع مأمور مع مدير الإدارات بتاعته نظائر اللي احنا بنقول عليهم على مستوى المحافظة على أساس إن هيتم تشكيل مجموعة ضخمة هيتم الاستعانة ببعض أساتذة قانون الدولة وما ذلك والأساتذة الشغالة في الجامعة أو شخصيات عامة لها تقل ولها احترامها في الشركة. ناخد بالك هذا دي كلها انتوا اي واحد هنديكم البرامج بتاع الندوات واماكنها فين فترة احضروا وغطوا فايدة لنا مكان بتاع قصر الثقافة انا احد التعليمات لمدرس الثقافة ان اي توقيت بتاع المحل بتاع طرف الجميلة اللي هو جنب المجلس المحلي اي توقيت انتوا عايزين قبل 24 ساعة او ان هنعمل ندوة حيث وكذا كذا هيفتح لكم الايقاع او المجال نفس الكلام في المراكز نفس الكلام في المراكز مفيش مشكله انا حضرتك ليها 24 ساعه قول بس نجهز لك وبتاع طيب مفيش مشكله انت مساعدنا كده نقطه نقطه اخيره يا فندم بالنسبه طبعا حضرتك بتعرف الموضوع غير عادي في موضوع القمامه والسجاير لكن انا لسه جاي الصراحه دلوقتي ان سيارات القمامه عطوره القمامه على كوبري شنودة في المجرى المائي يعني بياخدوا بيستسهلوا القصه انا لسه شايفها بعيني دلوقتي وعمل لهم مؤتمر الساعه 10 بالليل عشان الحته دي بالظبط ايه بقى؟ هقول لك احنا قفلنا ما انا لازم اعرف هم عملوا كده ليه؟ بعد ما اتطهرت المنطقه ديت وتشال منها اكوان مخلفات فوجئت وانا راجع من حي السلام لقيت اللي انت بتقوله وبالعماره واخدين اللي هو الطوب اللي هو السداسي دوت اللي هو طالع من هنا وحاطينه هناك. فطبعا اتكلمت معاهم وجايبهم الساعه 10 عشان نشوف القصه دي. احنا المشكله برضه في المحافظه المشكله اللي بنعاني منها كلنا موضوع بعد المسافه للمخلفات. يعني احنا والله يعني بقول لك التهديدات بتاعت وزاره البيئه مش تهديدات المحافظه 2 مليون طن مخلفات مباني وانتوا بتشوفوا العربيات شغاله ليل نهار بالدرجات عماله تشيل مخلفات مباني سيبك من القمامه احنا مخلفات مباني كميات رهيبه بنشيل فيها وبنشيل فيها رجال النظافه يعني جايبين مقاولين يشيل لان رجال النظافه عمره ما يعرف يشيل ده المشكله دلوقتي بتاعت اللي هو المصنع غير القمامه لسه وقت عمال احنا اخذنا 60 مليون جنيه وبعد التاجر الحربي هيعمل مصنعين واحد في المحله وواحد في القمامه طيب الفتره ديت هتبقى 6 شهور طب خلال 6 شهور هعمل ايه؟ انا نفسي حد فيكم يروح دفع حد يروح يا جماعه شوف برضه احنا ما انتوا لازم تشتركوا معانا في المعاناه وتشوفوا احنا بنعمل ايه والمنظر ايه وما هي تركه تقيله لكن هذا القدر لازم نشتغل فيه اما انت تروح بتاع انا خدت الدكتور اشرف عرب الرحيم عشان يشوف المنظر ايه واخد بالك كام سنه الله اعلم كميه ايه حزنها
250 ألف طن. عايزين يتشالوا 250 ألف طن دول يروحوا السادات. الطن ب 35 جنيه اضرب 250 ألف ماشي ب 35 جنيه. اللي هي بحسب كده 7 مليون جنيه. لو أنا حسبت المدة الزمنية عشان أنفذهم أربع شهور عشان أشيل كل أحسبها بقى 250 ألف طن على 120 يوم. يعني المعدل يمكن اكثر من 1200 طن. يعني ده شق. وبعدين النظافه ان كان عملنا سنتين اولا ان يعني حاجه يعني تتعب الاعصاب ان انت عامل بتاع عشان تفتح تنزل الزباله الموظف اللي عامل يشيلها اللي هي الغبطانه اللي تحت دي تتسرق. تضحك انت مبسوط طبعا ما انت واقف انت عارف زي المراقب على الـ